السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة، نبدأها بأبرز العناوين. ديم تعلن الانتهاء من تنفيذ الأنبوب البديل لنقل المياه لمحافظتي جنوب وشمال الشرقية خلال الساعات المقبلة. إصابة 10 أشخاص في انفجار في وسط مدينة ليون الفرنسية. تيريزا ماي تعلن استقالتها من رئاسة وزراء بريطانيا بعد تأجيل تصويت النواب على مشروع قانون جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي. وضمن أخبارنا الاقتصادية تتابعون أيضا: التوقيع على اتفاقية تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية ومشروع البرنامج التعليمي العلمي في مركز رعاية الطفولة بالخوض. ومن أبرز أخبارنا الرياضية: ختام منافسات الجولة 25 قبل الأخيرة من دوري عمانتين لكرة القدم الليلة. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة الذكرى 73 لاستقلال بلاده. ضمنها جلالة السلطان المعظم خالص تهانيه وصادق تمنياته لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، داعيا الله تعالى أن يعيد على جلالته هذه المناسبة وأمثالها وعلى الشعب الأردني الشقيق، وقد تحقق له كل ما يصبو إليه من تقدم ورقي وازدهار. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ماوريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب من خلالها جلالة السلطان المعظم عن تهانيه الصادقة وتمنياته الطيبة له بموفور الصحة والسعادة ولشعب بلاده الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. أعلنت الهيئة العامة للمياه ديم أن أعمال تنفيذ الأنبوب البديل لناقل المياه الرئيس المغذي لمحافظتي جنوب وشمال الشرقية تجري بوتيرة متسارعة، ويتوقع الانتهاء من كافة الأعمال في خلال الساعات القليلة المقبلة. هذا وواصلت الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية تزويد المؤسسات الحكومية والخاصة والمنازل بالمياه عن طريق ناقلات المياه. وفي نشرة سابقة أكد المهندس عبد الله بن محمد النعيمي مدير عام التشغيل بالهيئة العامة للمياه أن الانتهاء من إصلاح الأنبوب البديل للناقل للمياه الرئيسي المغذي لمحافظتي جنوب وشمال الشرقية ستتم خلال الساعات القليلة القادمة. الأعمال تسير بوتيرة متسارعة، ونتوقع إن شاء الله خلال الساعات القليلة القادمة أن يتم الإعلان عن إعادة تشغيل الأنبوب الرئيسي. طبعا تم الانتهاء فيما نسبته ب 95% من الأعمال، ومتبقي فقط أعمال الربط النهائي من الجهتين للأنبوب المتضرر. النشرة مستمرة من مركز الأخبار وفيها بعد الفاصل. سوق نزوى العريق نشاط متجدد في شهر رمضان الفضيل. We'll be right back.
قالت السلطات الفرنسية إن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا في هجوم بعبوة يشتبه أنها طرد ملغوم بمدينة ليون بوسط فرنسا. ووقع الانفجار في منطقة مخصصة للمشاة بأحد شوارع المدينة. ووصف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الانفجار بأنه هجوم إرهابي لم يسفر عن سقوط قتلى. أكدت المفوضية الأوروبية أن استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لا تغير شيئا بشأن الاتفاق المبرم حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك فيما أعلنت ماي أنها ستستقيل من منصبها ومن زعامة حزب المحافظين في 7 من الشهر المقبل. وقالت ماي في خطاب لها إنها ستواصل مهامها كرئيسة للوزراء إلى حين اختيار زعامة جديدة، مضيفة أنها حاولت التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولكنها فشلت، معتبرة أن على خلفها أن يقدم تنازلات ويبحث عن توافق في البرلمان بشأن أي اتفاق مع الاتحاد. وأجلت الحكومة البريطانية خططا لإجراء تصويت على مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي في مجلس العموم. هذا وأثارت استقالة رئيسة الوزراء البريطانية بسبب المأزق الذي وصلت إليه أزمة بريكزيت ردود أفعال دولية، حيث قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تحترم قرار الاستقالة الذي أعلنته ماي، وأضافت أن برلين ستواصل العمل مع لندن من أجل خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في غضون ذلك أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بما وصفه بالعمل الشجاع الذي قامت به تيريزا ماي، لكنه دعا إلى توضيح سريع لملف بريكزيت بعد إعلان الاستقالة. كما حذر رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار من أن استقالة ماي من رئاسة وزراء بريطانيا هو أمر محفوف بالمخاطر بالنسبة لدبلن، إذ أن خلفها قد يخرج لندن من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. بدورها حذرت إسبانيا من أن خروج لندن من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق أمر لا يمكن تجنبه بعدما أعلنت تيريزا ماي استقالتها، مشيرة إلى أن منع بريكست بدون اتفاق بات واقعا شبه مستحيل. من جانبه قال الكريملين إن فترة رئاسة تيريزا ماي للحكومة البريطانية كانت صعبة جدا في العلاقات الثنائية بين روسيا وبريطانيا بحسب تعبيره. نتحول إلى الأخبار الاقتصادية مع طلال الكلباني. حياكم الله. انخفض سعر نفط عمان اليوم $2.03 ليبلغ بذلك $67.38. وكان سعر النفط العماني تسليم شهر يونيو المقبل بلغ $71.15 للبرميل، مرتفعا بمقدار $4.18 مقارنة بسعر تسليم شهر مايو الجاري. وقعت وزارة التنمية الاجتماعية مع شركة شل التنمية عمان وشركة شل العمانية للتسويق على اتفاقية تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية ومشروع البرنامج التعليمي العلمي في مقر مركز رعاية الطفولة بالخوض. يأتي ذلك في احتفال وزارة التنمية الاجتماعية بيوم اليتيم الإسلامي الذي اشتمل على عدد من الفقرات الإنشادية وعرض مسرحي يعالج بعض السلوكيات الخاطئة. رعى الحفل معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية. تطبق وسلطنة من خلال الإدارة العامة للجمارك مبادرة التدقيق اللاحق للبضائع التي تهدف إلى تسريع حركة البضائع عبر المنافذ الحدودية، وذلك استمرارا لجهودها في تطوير القطاع اللوجستي عبر تبني أحدث أدوات تسهيل التجارة بما يتناغم مع الممارسات العالمية. ويقوم برنامج التدقيق اللاحق بتحري دقة البيانات الجمركية المقدمة لبعض المستخدمين بعد عملية الإفراج لمطابقة المعلومات الصحيحة للبضائع. اعتماد نظام تصنيف الوثائق الخصوصية وجداول مدد استبقائها بالهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية
ويعتبر هذا النظام عصريا لإدارة الوثائق والمحفوظات والآليات والإجراءات المتعددة من حيث إعداد فهرس لمختلف أنواع الوثائق والملفات لجميع التقسيمات الإدارية، وتم تطبيقه في 60 جهة حكومية حتى الآن. اعتمد النظام الدكتور ظافر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. شكرا طلال. يعد سوق نزوة من الأسواق العمانية الذي ينشط في شهر رمضان المبارك، ويعتبر الأهالي التسوق قبيل الإفطار عادة يحرصون عليها نظرا للمنتجات المحلية التي تعرض بشكل يومي. وفي مشهد آخر، وعلى امتداد أيام رمضان الفضيل، ترتسم بجانب القلعة وعلى مقربة من جامع نزوة صورة إيمانية تتمثل في عادة الإفطار الجماعي التي توضح روح الألفة بين الجميع. من الوهلة الأولى وأنت تقترب منه يتسلل إليك عبقه التاريخي، حيث جوار الشهباء، وبمجرد أن تجول ببصرك تلتمس فعلا ما يروى عنه بحيويته وديمومته في عرضه للمنتجات المحلية التي تجلب من المناطق المجاورة. فالصورة تقول إن ما قصدته هنا ستجده حال وصولك. في الشهر الكريم يحرص مرتادو هذا السوق العتيق على زيارته المستمرة قبيل الإفطار ليتزودوا منه لموائدهم الرمضانية، فيما يرتفع الطلب على ما تجود به عمان من الخضر والفاكهة وخيرات البحر الطازجة. هو سوق نزوة يتميز بكل هذه الأشياء من سابق، وفي رمضان يكثر هذا الشيء وتعالف الناس، يعني كما تشوفوا منهم تجمعاتهم في هذا الوقت من قبل المغرب في شراء أغراضهم وشراء الأشياء الطازجة. الحمد لله رب العالمين، نعمة الله تعالى ما تغير بشر من شان دخول رمضان بعد ازداد معنى صباح ورواح. رمضان سوق نعم أخوان زين، والبيع الحمد لله، والموز واجد، وهذا نبيع شراء موز زيادة وعسل، والحمد لله زين سوق زين في رمضان زيادة. سوق نزوة الحمد لله مشهور ومعروف منذ القدم بما يتوفر فيه من الفواكه والخضار. فواكه الحمد لله متوفرة في السوق، متوفرة كثيرة من جميع الأشياء، من قح، من أنباء، من جميع الفواكه والخضروات. لحظات قبل أن تتوارى الشمس خلف الجبال الشامخة، يقبل الناس زرافات على جامع نزوة استعدادا لعادة الإفطار الجماعي، فيما المشهد من السماء يوحي بطبيعة الأجواء الإيمانية والاجتماعية والتعايش الأخوي بين المواطنين والمقيمين. جموع من الوافدين، وفي عمانيين، وفي من جميع الجنسيات تحصل موجود هنا، والحمد لله رب العالمين متوفر من جميع الأشياء. كل نفر هذا رمضان إفطار على طول زين، كل شيء مية مية، الحمد لله الحمد لله، كل نفر هذا زين على طول رمضان إفطار. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الآن لحظة جائزة الصائم، وهو يفطر بعد يوم من الصيام
والدعاء والتضرع إلى الرحمن. فاللهم اقبل صيامنا وتقبل أعمالنا. هذا المشهد الرمضاني الذي يجسد روح الألفة والمحبة والإخاء والتعايش مع الجميع ما هو إلا عادة من عادات متعددة في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة في هذا الشهر الفضيل. محمد بن عمير الهنائي، محافظة الداخلية، ولاية نزوى. أما الآن نتحول إلى الأخبار الرياضية مع عبد العزيز بن منصور الوهيبي. شكرا يعقوب، حياكم الله. يبدأ المنتخب الوطني للناشئين معسكره الداخلي بصحار غدا استعدادا للتصفيات الآسيوية التي ستقام في سبتمبر المقبل، حيث يلعب المنتخب في مجموعة تضم كلا من السعودية وباكستان وسوريا. وكان المدرب الوطني هلال العوفي قد أعلن تشكيلة الأحمر الصغير والتي ضمت 26 لاعبا والتي لم تشهد تعديلات كبيرة وحافظت على الغالبية من الأسماء التي سبق أن شاركت في معسكر مسقط الماضي. وسيجري المنتخب معسكرا آخر في يونيو المقبل، سيلتقي خلاله المنتخب العراقي في مباراتين قبل أن يغادر للمعسكر الخارجي بتركيا. انطلقت مساء أمس منافسات الجولة 25 قبل الأخيرة من دوري عمانتل لكرة القدم، حيث نجح ظفار المتوج باللقب في مواصلة مشواره بالدوري بدون تلقي أي خسارة بفوزه على مجيس الذي تأكد هبوطه إلى الدرجة الأولى بثلاثة أهداف لهدف. وبالنتيجة ذاتها تمكن العروبة من الفوز على صحم ليقفز للمركز الخامس مؤقتا، فيما واصل صحار نتائجه الإيجابية مؤخرا بعدما نجح في الفوز على نادي مسقط بثلاثة أهداف لهدفين ليرتقي للمركز الرابع مؤقتا في سلم الترتيب. وتتواصل الليلة منافسات الجولة 25 من دوري عمانتل بإقامة أربع مباريات، حيث تبرز مباراة الشباب أمام الرستاق ومواجهة نادي عمان والنهضة في ظل رغبة الشباب وعمان في الابتعاد عن خطر الهبوط لمصاف الدرجة الأولى. وعلى أرضية مجمع صلالة الرياضي يطمح نادي النصر في ضمان وصافته لسلم الترتيب من أمام جاره مرباط الذي يمر بأزمة النتائج السلبية في الآونة الأخيرة. وفي آخر المواجهات يلتقي السويق مع نادي صور الذي تأكد هبوطه للدرجة الأولى منذ الجولة الماضية. يتطلع الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي للاقتراب خطوة مهمة نحو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عندما يلتقيان اليوم في ذهاب نهائي المسابقة القارية. ويسعى الفريقان المتوجان باللقب في آخر النسختين للبطولة لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب حتى يسهلا من مهمتهما قبل خوض مباراة العودة بالملعب الأولمبي في مدينة رادس التونسية. وهذا هو النهائي الرابع عشر في البطولة والثالث على التوالي الذي يجمع بين فريقين عربيين، وهو ما يمنح الفرصة للكرة العربية لمواصلة فرض هيمنتها على أعرق الكؤوس الأفريقية. جولتنا الرياضية انتهت، شكرا لكم وعودة إلى يعقوب وما تبقى من أخبار العاشرة. شكرا عبد العزيز. نظم النادي الثقافي أمسية إنشادية ضمت تواشيح دينية صوفية امتزج فيها التراث الإنشادي العماني بقصائد كبار الشعراء الصوفيين. الأمسية أحياها 14 عضوا من المنشدين وتضمنت قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. أمسية في الإنشاد الصوتي قدمته هذه الفرقة التي تضم 14 عضوا لتحلق بالحضور نحو التواشيح الدينية. الأمسية قدمت مجموعة من الوصلات الإنشادية متلمسة الفضاء الروحي من خلال قصائد العديد من الشعراء الصوفيين. من تهوى
الفعالية هي الأولى في شهر رمضان المبارك التي تتضمن الإنشاد الديني، وتأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها النادي الثقافي. ليلة إنشادية إذن استمتع بإيقاعاتها ووصلاتها الجمهور الذي سجل حضورا لافتا، وهي أمسية امتزجت بروحانيتها مع ليالي شهر رمضان الفضيل. إبراهيم بن سالم الهادي من النادي الثقافي محافظة مسقط. وفي ختام النشرة تذكير بأبرز العناوين. ديم تعلن الانتهاء من تنفيذ الأنبوب البديل لناقل المياه لمحافظتي جنوب وشمال الشرقية خلال الساعات المقبلة. إصابة 10 أشخاص في انفجار في وسط مدينة ليون الفرنسية. تيريزا ماي تعلن استقالتها من رئاسة وزراء بريطانيا بعد تأجيل تصويت النواب على مشروع قانون جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي. هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، شكرا لكم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم مجددا الى احوال الطقس. وحسب اخر صور الجويه تبدو اجواء السلطنه مستقره، حيث بعض السحب المتفرقه عموما تكون حاضره على اغلب محافظات ومناطق السلطنه. بعض السحب المنخفضه عموما تكون حاضره في اواخر الليل والصباح الباكر على سواحل السلطنه المطله على بحر العرب. تفاصيل اكثر لاجواء النهار القادم مشاهدينا، وبدايه مع حركه الرياح كالمعتاد من الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد. الرياح في مجملها على الساحل تبدو جنوبيه غربيه خفيفه الى نشطات السرعه بحدود 10 الى 15 عقده، بالتالي البحر على الساحل يبدو هادئ الموج، اقصى ارتفاع او متوسط الموج اقصى ارتفاع له 2 متر، والرطوبه النسبيه تتراوح ما بين 60 الى 85%. سواحل محافظة مسندم تشهد رياح جنوبية غربية غرب المحافظة خفيفة السرعة بحدود 10 عقد، وبالتالي البحر هادئ الموج اقصى ارتفاع له 1.25 متر. سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان تشهد رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة بحدود 10 عقد. البحر بالتالي هادئ الموج اقصى ارتفاع له 1.25 متر، والرطوبة النسبية تتراوح ما بين 25 إلى 65%. تفاصيل الأجواء للنهار القادم. العاصمة مسقط أجواء مستقرة وخالية من السحب، والعظمى 38 درجة مئوية. على محافظة جنوب الباطنة في أرساق أيضا أجواء مستقرة وخالية من السحب، درجات الحرارة عند مطلع 40 عند نهاية 30. على محافظة شمال الباطنة في صحار ضمن أجواء صافية ومستقرة. في محافظة مسدم أجواء مشمسة للنهار القادم والعظمى 39 درجة مئوية. شمال الشرقية في إبرة بعض السحب المتفرقة عموما تكون حاضرة والعظمى 40 درجة مئوية. تبدو الأجواء مستقرة في محافظة الداخلية على النزوة وجبل شمس، بعض السحب المتفرقة عموما تكون حاضرة، درجات الحرارة تصل إلى 23 درجة مئوية. أجواء مستقرة على محافظة الظاهرة ودرجات الحرارة عند مطلع 40، بعض السحب المتفرقة تكون حاضرة على محافظة البريمي. في محافظة ظفار على صلالة بعض السحب عموما تكون حاضرة ودرجات الحرارة تصل إلى 33 درجة مئوية والعظمى 42 درجة مئوية. على ثمريت مع فرص الانتشار وتدفق بعض السحب، بعض السحب أيضا تكون حاضرة على هيمة والعظمى 44 درجة مئوية. مناطق جنوب الشرقية وجزيرة مصيرة وبعض السحب المنخفضة عموما تكون حاضرة في أواخر الليل والصباح الباكر والعظمى 34 درجة مئوية، بينما تبقى الأجواء مستقرة وخالية من السحب على الأشخرة وولاية صور، ودرجات الحرارة تصل إلى 38 درجة مئوية على ولاية صور. أشكر لكم حسن المتابعة مشاهدينا، وإلى اللقاء.